السلام عليكم. اليوم بدنا نكمل جمع كسور. نحن أخذنا قبل إذا كان عندنا مقام متساوي. شو يعني مقام متساوي؟ متساوي مثل بعض. مقام يعني هو اللي تحت. إيه إذا كان عندنا هون خمسة وهون خمسة، هودي مقام متساوي مثل بعض. فوق اثنين واحد، اثنين على خمسة زائد واحد على خمسة، مقام بضل نفس الشيء تحت خمسة، وبعمل جمع للي فوق 2 زائد 1 3. هاي إذا كانوا مقام متساوي مثل بعض. اوكي، هلا مختلف، مقام مختلف. مثلا 6 على 7 ناقص 3 على 5، أو جمع مثل بعض. قد ايه بيطلع جواب؟ هون عنا مقام مختلف، هيدي 7 هيدي 5، هودي مختلف. هون قبل كانوا هيدي خمسة وهيدي خمسة مثل بعض، هلا مختلف. شو بدي أعمل؟ هيدا الخمسة بدي أضرب أول كسر فيه، يعني بصير 6 ضرب 5 على 7 ضرب 5 زائد تاني كسر بدي أضربه بسبعة، 7 ضرب 5 و7 ضرب 3، مثلا هو كان 3 على 5، هيدا الكسر بضرب بسبعة ضرب 7 ضرب 7. قد ايه بيطلع جواب؟ تحت مهم يكونوا مثل بعض. اوكي، يعني هون 35 هون 35، 7 ضرب 5 7 ضرب 5 مثل بعض 35. فوق 6 ضرب 5 30، 3 ضرب 7 21. هلا بجمعهم مع بعض، قد ايه بصير جواب؟ 30 زائد 21 بيطلع 51، 35 35 بيطلع 35. نعمل بعد مثل تاني، 3 على 10 زائد 2 على 10. هون دغري جواب، 3 زائد 2 5، هو 10 10 مثل بعض. شو بيطلع جواب؟ 10. إذا كانوا مختلف، 3 على 5 زائد 2 على 4، كيف بدي أجمعه؟ هودي تحت مختلف، لازم يكون مقام متساوي. الخمسة بضرب أول تاني كسر بضرب فيه بخمسة، لأنه هون في بأول كسر خمسة بالمقام بضرب خمس. تمام. هلا أول كسر بشو بدي أضربه؟ بأربعة. ضرب 4 ضرب 4، شو بيطلع جواب أول كسر؟ 12 على 20 زائد تاني كسر 10 على 20. هلا صار فينا نعمل دغري جواب جمع، سبب لأنه تحت مقام مثل بعض، 20 20 تحت مثل بعض، فبيطلع جواب كمان 20 بالمقام. ابدا ما بجمع مقام تحت مثل بعض، فوق بجمع. هون بعمل جمع، 12 زائد 10 بيطلع 22، هذا الجواب. يعطيكم العافية.